لكن يبقى النظر، هل أحضر لو تعيد إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ يقول أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور، من وجهين، من جهة إجابة الدعوة ومن جهة التغيير المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن، يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.